النهارده نادي الزمالك سافر الى انجولا عشان يقابل طبعا بطل انجولا في مباراه اعتقد ان المفروض تكون مصالحه لجماهير نادي الزمالك اللي زعلانه جدا 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 من فريقها ساجرادا. الفرقه دي اتغلبت من الوداد المغربي 3-0، فرصه ان نادي الزمالك يوصل للنقطه الرابعه هتكون مهمه جدا جدا جدا. طيب دي كواليس حصريه لينا عن سفر بعثة نادي الزمالك إلى أنجولا من المطار للطيارة للوصول للمسحة. يعني الزمالك دايما بيبقى محط أنظار الجميع، فريق كبير، فرقة طبعا أدي أبو جبل، أبو جبل اللي طبعا الكل منتظر منه هل هيجدد مع نادي الزمالك، في كلام على نادي النصر السعودي، في كلام إن هو طلب مليون دولار إن هو يتساوى بمحمد عواد، حاجات كتيرة جدا. في مثل هذه السفريات أعتقد أن الأمور بتكون مهمة جدا، أن مثلا أمير مرتضى يتكلم مع أبو جبل ويحسم تجديده مع بن شرقي، بيبقى في وقت للكلام ده. رغم أهمية المباراة ده كابتن مدحت عبد الهادي طبعا، أمير عزمي مجاهد واحد من طبعا الاثنين من نجوم نادي الزمالك، ورئيس البعثة طبعا كابتن جمال عبد الحميد عضو مجلس الإدارة وواحد من نجوم مصر وأعلى الأصوات. يعني دايما الفرق الكبيرة بتعرف تلم نفسها كويس، شيكابالا القائد. يعني إن شاء الله كل التوفيق لنادي الزمالك في مباراة مهمة، يعني مستنية بقى جماهير الزمالك تحسين الأداء، دي حاجة مهمة جدا. نرجع بقى علاقة بكارتيرون، بقى كارتيرون قاعد ماشي هيأدي مش هيأدي، اللعيبة دي بتنزل الملعب المفروض تبقى خايفة على تشيرت نادي الزمالك. الزمالك جماهيره مستنيه من اللعيبه دي كتير جدا جدا جدا، وانا بقول للعيبه دي ان الجماهير دي تستاهل منكو اكتر من كده. طيب ادي اجراء المسحه البي سي ار للعيبه نادي الزمالك فور وصولهم الى انجولا. دي صور ان شاء الله مش هتشوفوها الا في اللعيب، صور خاصه بينا من المطار للطياره للوصول، لحظة بلحظة هنكون معاكم جماهير نادي الزمالك تطمن على فرقتها، تطمن ايه اللي بيحصل. ده الباص اللي واخدهم عشان يخرجوا من الطيارة، يعني معاكم ومتابعة نادي الزمالك، النادي الكبير جدا بطل افريقيا 5 مرات. يعني انت بتتكلم على نادي بطل افريقيا 5 مرات، نادي كبير جدا نادي الزمالك. طيب نروح نشوف كابتن جمال عبد الحميد رئيس البعثة في اول تصريحاته. طيب يا ريت نجهزه بسرعه، دي لقطات مهمه جدا لبعثه نادي الزمالك اثناء مغادرتها ارض الوطن القاهره مصر. طيب